ببداية هالعمل الجديد جمعية بسمة بحب تشكر المخازن لدعمها المتواصل بالأخص بفترة الشتاء والبرد القارس اللي العيال بحاجة لتدفئة لحرمات لدفايات لتيب لتقدر تحميهم من البرد. الكمية الكبيرة اللي وصلت لنا من المخازن رح تقدر تساعد عيال كتيرة بهالفترة، ونتمنى انه كل الناس تضلها عم تتبرع لأن الحملة مستمرة بكل فروعة المخازن، ونحن سوا بال2020 ما رح نخلي حدا برتاح.